ينضم الينا هاتفيا الاستاذ العزب الطيب الطاهر المتخصص الكاتب المتخصص في الشؤون العربيه بالاهرام. استاذ العزب ارحب بك على اكسترا نيوز. والشان الجزائري ربما يبدو متواصلا، بالامس كانت الجمعه 37 واليوم سوف تعلن اللجنه المنوط بها او السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات في الجزائر، هكذا هو اسمها في الجزائر، من المفترض ان تعلن عن قائمه المرشحين لهذه الانتخابات. برايك وانت كمتابع للشان الجزائري، من هي ابرز الاسماء التي سوف تطرح والتي سوف تاتي على قائمه اللجنه اليوم؟ لا، فيما يتعلق بالاسماء دعنا ننتظر، لان هناك تقدم الكثيرون وتم خلال الايام الماضيه. هل هناك اسماء بارزه يعني؟ يعني ربما علي بن سديس، ربما عز الدين ميبوب، وكلاهما من الشخصيات التي كانت طبعا معروفه ايام حكم الرئيس السابق بوتفليقه ومحسوبه عليه الى حد ما. ربما علي بن فليس كان يعني اخذ في الفترات الاخيره منحا باتجاه المعارضه، لكن عز الدين مهيب كان وزير للثقافه حتى اخر حكومه لي يعني قبل ان يستقيل بوتفليقه. وبالتالي هي يعني ابرز اسماء تنتمي لنظام السابق واسماء اخرى غير معروفه. وبالتالي المساله فيها يعني لا ترضي طموحات وتوقعات اغلبيه الشارع الجزائري الذي ظهر بالامس في مظاهره يعني اقتربت من المليون اللي لم تسد، ليس في الجزائر فقط العاصمه ولكن في معظم المدن الجزائريه المهمه، اعلن رفضه لاجراء هذه الانتخابات. ومن ثم ستبدو الامور او ستدخل الجزائر مرحله بالغه التعقيد في ظل اصرار السلطه المتمثله في مؤسسه الرئاسه وفي المؤسسه العسكريه على اجراء هذه الانتخابات باعتبارها المدخل الوحيد لانهاء الجزائر. طيب، في المقابل رفض عارم من قبل الحراك الشعبي. طيب استاذ العزب، اما وان كل الاطراف في والقوى السياسيه في الجزائر تقول ان الانتخابات الرئاسيه هي المدخل لحل هذه الازمه السياسيه المستمره منذ تنحي بوتفليقه، لماذا يرفض المتظاهرون برايك هذه الانتخابات، وما هي الظروف التي يرفضها هؤلاء المتظاهرون في هذه الانتخابات برايك؟ يعني هو الذي يقول ان الانتخابات هي المدخل الصحيح لحل الازمه هم ممثلي السلطه الراهنه. يعني حسب ما افهم استاذ عزب ان المتظاهرون هم لا يرفضون الانتخابات، هم ربما يرفضون الان توقيت هذا الانتخابات، لكن انا اتحدث عن ان فكره الانتخابات الكثير في الجزائر ينظر اليها باعتبار مدخلا لحل هذه الازمه ايا كان توقيتها، او يعني اذا كانت السلطه تنظر الى ان 12 من ديسمبر هو الموعد المناسب، او ان المتظاهرون يقولون انه لابد ان تبتعد عن ذلك قليلا حتى يتم تهيئه الجو المناسب لهذه الانتخابات، فما هي تحديدا الظروف التي يرفضها هؤلاء المتظاهرون؟ هل يرفضون مثلا قانون الانتخابات الرئاسيه؟ هم يرفضون ان تجرى هذه الانتخابات في ظل وجود ما تبقى من رموز النظام السابق والمرشحين لها اغلب يعني جزء منهم من رموز النظام السابق، بل وهم يتوقعون ان تعيد هذه الانتخابات انتاج النظام السابق. ومن ثم مخاوفهم بدت واضحه للغايه في الامس، بل وتحدث الكثير منهم عن امكانيه تزويد الانتخابات على نحو يعني تفضي الى اختيار شخصيه ترضى عنها المؤسسه العسكريه كما هو كان متبع في الجزائر، يعني منذ استقلال الجزائر والمؤسسه العسكريه التي تختار الرئيس وتقف الى جانبه. وعندما حدث نوع من الحراك في التسعينات وبدا ان الاسلام السياسي سوف يسيطر ويهيمن على السلطه، دخلت المؤسسه العسكريه بشكل واضح وقامت بالغاء نتائج الانتخابات بحيث عاد الوضع الى ما كان عليه. نعم، لكن هذه الحقبه لها ظروفها ولها ربما مناقشتها في وقت اخر. لكن استاذ عزب، بالامس كانت هناك، انت قلت ان هناك اكثر ربما من مليون مواطن جزائري خرج في العاصمه وفي المدن والولايات المختلفه في الجزائر رفضا لهذه الانتخابات الرئاسيه، هل ذلك مثل ضغطا على المؤسسه الحاكمه حاليا في الجزائر وربما ستعيد التفكير في موعد الانتخابات الرئاسيه او حتى في الشخصيات المترشحه لهذه الانتخابات؟ انا في تقديري لن تمثل ضغطا، لان هناك اصرار واضح من قبل قائد الجيش الحديد الذي هو الذي يمسك بمفاصل السلطه الفعليه ان صح التعبير. هناك اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها وبتوقيتاتها وباجراءاتها تم التوافق عليها من قبل السلطه فيما يتعلق باعلان
السلطه القضائيه السلطه المستقله المسؤوله عن الانتخابات والتي قامت باجراء الكثير من الاستعدادات اللوجستيه لها. وكما ذكرت انت اليوم ستعلن عن اسماء المرشحين ربما يتجاوز عددهم وعددهم بين 5 أو 6 افراد هم الذين تم يعني الفرق بينهم فيما تقدم اكثر من يعني عشرات تقدموا. ومن ثم السلطه الفعليه مصره على اجراء الانتخابات، ولكن هنا لن تنتهي المشكله، لان الشارع قد يفرض عليه رئيس جديد عبر الانتخابات، ستكون وفق توقعات الكثيرين سيكون فيها المشاركه ضعيفه وليست على النحو المكثف، وبالتالي ستفرز رئاسه رئيسا ربما محدود الشرعيه ان صح التعبير، وهنا ستظل المشكله قائمه. فالامور كما ذكرت لك المشهد الجزائري بالغ التعقيد ويحتاج الى رؤيه مختلفه من كلا الطرفين، من الحراك الشعبي عليه الشعبي ان يقدم بعض متنازلاته وان يعطي فرصه لاجراء الانتخابات، والسلطه في نفس الوقت تلتزم باجراء الانتخابات وفق اليات نعم. وتحت رقابه اقليميه ودوليه. طيب نحن كما تعلم يا استاذ عزب استاذ عزب نحن هنا لا ندافع ولا نتخذ ولا نتبنى اي وجهات النظر، لكن عندما تقول ان لابد ان يحدث حوار، هو بالفعل كانت هناك لجنه والسلطه الحاكمه في الجزائر شكلت لجنه للحوار بين المتظاهرين وبين القوى السياسيه وبين الحكومه ربما وكانت المؤسسه العسكريه بعيده كل البعد عن هذا الحوار، ونتيجة هذا الحوار لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين كل هذه الأطراف. إذا كان هذا الطرح غير مجدي في الجزائر، ما هي الحلول برأيك؟ لا يعني فيما يتعلق بلجنة الحوار هي كانت تحاور نفسها والمجموعة يعني المجموعة الأخرى لم تشارك ورفضت المشاركة، لكن الحراك الشعبي رفض ومعظم أحزاب المعارضة رفضت الانخراط في هذه اللجنة. أيوة أيضا يعني برضه أستاذ عزب كيف هو الحل إذا ما كان الطرف الآخر يعني أو الأطراف الأخرى رافضة؟ أنا بتقديري الاستمرار في الحوار الاستمرار في الحوار هو المنهج الصحيح لإنهاء أي أزمة، بمعنى أن يتم إقناع المتظاهرين بالمشاركة بإجراءات يمكن وصفها تعبر عن حسنية السلطة أنها لن تقدم على أي اجراءات تتعارض مع رغباتهم او تسهم. انت تقول ايضا استاذ عزب ان هناك حاله من انعدام الثقه، والمشكله في الجزائر حاليا هو انعدام الثقه بين المؤسسه الحاكمه وبين المتظاهرين والقوى السياسيه. هذه في الحقيقه امر معضله كبرى، وانا اعتقد انه بدون حل هذه المشكله يعني انعدام الثقه لن تدخل الجزائر في مرحله الانفراج. نحن نريد الجزائر مرحله الانفراج، ولكن لا يفرض حل، عندما يفرض حل على الاغلبيه تكون نتيجته سلبيه بالتاكيد. ما هي اجراءات بناء الثقه؟ هل مثلا اطلاق سراح الموقوفين على ذمه قضايا مختلفه سياسيه ربما في الجزائر؟ اول خطوه. ثانيا كل الرموز المتبقيه من نظام بوتفليقه يعني من السهل ان يتم اقصاؤها، خاصه الحكومه الحاليه. وبالتالي لكن ربما ايضا استاذ عزب يعني نعتذر على كثره المقاطعه، لكن ربما يعني ناخذ هذا الموضوع كنقاش بيني وبينك، يعني اذا انت تقول ان لابد من اصلاح يعني اطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمه القضايا السياسيه، وربما الكثير معك في هذا المطلب، المطلب الاخر الذي ذكرته انت اقصاء رموز نظام بوتفليقه، نحن هنا في المنطقه العربيه جربنا نظام الاقصاء ولم يجدي نفعا في استقرار الدول العربيه، ما حدث في العراق من اقصاء احد الاحزاب او احد التيارات السياسيه الذي كان مسيطرا على العراق سابقا، عندما تم اقصاؤه تحول الى العنف وقام بالامساك بالسلاح وخلافه. نحن لا نريد ولا نود تكرار هذه التجربة في الجزائر، خصوصا أن الجزائر من الدول التي كانت لها سابقة خطيرة وسابقة وعشرية سوداء وسابقة عنيفة في تسعينيات القرن الماضي. ربما الوضع في العراق يختلف، إن النخبة التي جاءت في العراق جاءت يعني كان هناك غزو عسكري أدى إلى إسقاط نظام كامل، لكن هنا ثورة شعبية، أي أن الرغبة في التغيير نتجت عن رغبة شعبية وليست ولم تفرض من قوة في الخارج. وتقريبا معظم الشعوب العربية ومعظم الدول العربية كانت وإن كان بعضها انخرط في إسقاط النظام، لكن كانت ترفض بشكل واضح أن تتدخل قوة أجنبية في إسقاط نظام دول عربية، هذا مرفوض تماما. لكن عندما يحدث الانحراف الشعبي
ومطالبه بالتغيير من قبل الشعب، لان الشعب هو النقطه طبعًا المفصليه. لكن البعض ايضا يقول ان الاقصاء في حد ذاته هو مبدا مرفوض، من الممكن ان يحال او تحال بعض الشخصيات التي لديها جرائم او ارتكبت جرائم او لديها شبهات حول فساد مالي واداري، لكن ان يتم اقصاء بناء على ايديولوجيا معينه او هويه معينه ذلك مرفوض. لا سياسيا. هو لم يطرح ذلك، هناك حراك شعبي او بمعنى ثوره شعبيه طلبت بالتغيير، استجابت القياده العسكريه اولا لاقصاء راس النظام وهو بوتفليقه، وبعض رموزه ادخلت بالفعل السجون والمحاكمات كما راينا من قبل. تبقى بعض الرموز كان بشكل دستوري وبشكل قانوني يتم اجراء احداث تغيير حكومي في الوزاره والمجيء بحكومه اخرى ترضي الى حد ما، طبعا ليس هناك ارضاء 100%، ولكن الى حد ما مطالب الشارع. هنا تكون الاجواء مناسبه لاستقطاب الحراك الشعبي. طيب، أليس هذا الوقت يا أستاذ عزب، أليس هذا الوقت مناسبا لتدخل الحكماء في الجزائر؟ الجزائر من الدول التي لديها الكثير من الشخصيات السياسية الحكيمة، أذكر على سبيل المثال وليس الحصر الأخضر إبراهيم على سبيل المثال، وربما أيضا الرئيس بوتفليقة كان قد حاول أن يجعله وسيطا أثناء هذه الأزمة. نعم، عاد بالضبط، لكن هو من الشخصيات الحكيمة في الجزائر. هناك الكثير من الشخصيات الحكيمة من الرجال ومن السيدات في الجزائر، هل من الممكن هل هذا هو الوقت المناسب لتدخل مثل هكذا شخصيات حكيمة في الجزائر؟ أنا أتفق معك أنه لابد من الاستعانة بشخصيات تسم بالرشادة في الذكر وفي السلوك، وليس عليها ملاحظات فيما يتعلق بأداء السياسي أو أدائها المالي والاقتصادي. ممكن الاستعانة بها في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الجزائر حتى يمكن وضع الجزائر على سكة التعامل مع العملية الانتخابية. العملية الانتخابية بحثتها عملية مطلوبة، لأنها هذه مرة تتم بأليات مختلفة عن الأليات التي كانت تجري بها فيما سبق. هناك لك هيئة مستقلة، وإن كان البعض يشكك في مدى مسؤوليتها، ولكن لنأخذ الأمور في ظواهرها، لجنة مستقلة مسؤولة عن تحديات. ثم تم إلغاء الإشراف المباشر لأجهزة الدولة سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل على العملية الانتخابية كما كان يحصل هذا، وهو ما كان يشكل مدخلا للتزوير. الآن تم إقصاء أو إبعاد هذه الجهات ذات الداخلية والعدل عن الإشراف على العملية الانتخابية. ستكون المسألة خاضعة لإشراف القضائي وإشراف اللجنة المسؤولة عن هذه اللجنة المستقلة، وبالتالي الأمور مهيئة لإحداث تغيير في الجزائر. ولكن مع ذلك ما زلت أنا من المطالبين يعني بأن يتم أخذ أغلبية الشارع الجزائري حتى يمكن أن أضع الجزائر على السكة السليمة، لأنه ممكن أن تفرض الانتخابات القادمة كما ذكرت في حالة مشاركة ضئيلة تفرض رئيسا لا يحظى بالرضا الشعبي، وبالتالي تظل الجزائر أيضا في حالة اضطراب وحالة حراك ولا تنتهي المعادلة. ومن ثم كما ذكرت أنت وأنا أتفق معك، لابد من الاستعانة بمجموعة من رموز الجزائر الذين يتمتعون بقدر كبير من شفافية الرأي والرؤية وسلامة الأداء في محاولة إحداث مقاربة تجمع بين الرؤيتين، الرؤية الدستورية المتمسكة بها السلطة والرؤية الشعبية أو الرؤية السياسية. نعم، والجزائر وما تتفق معي أيضا أستاذ عزب أن الجزائر لا ينضب من هؤلاء الحكماء سواء كانوا من السياسيين أو في مجالات مختلفة. الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، وأعتذر منك مرة أخرى على كثرة المقاطعة. شكرا جزيلا.